تخصص الوسائط المتعددة لجرافيكس في جامعة بوليتكنيك فلسطين، وتخصص موجود في كلية العلوم الإدارية ونظم المعلومات بأربع سنوات دراسية، بحيث يشمل التخصص على المحاور التالية. أو المحور الأول هي الرسوم المتحركة، ويقصد في إنتاج أفلام الرسوم المتحركة ثنائية الأبعاد وثلاثية الأبعاد. أيضا المحور الثاني التصميم الثابت والمتحرك. أيضا المحور الثالث هي الفنون الجميلة بجميع أنواعها، ألواح الرسم الزيتي والمائي وغير ذلك. المحور الرابع هي برمجة الألعاب والوسائط المتعددة، بحيث يدرس الطالب خطة دراسية مقسمة على 122 ساعة دراسية في خطة 2019 للطلبة الجدد. يحتوي أيضا تخصص الوسائط المتعددة والجرافيكس على مجموعة كبيرة من المشاغل والمختبرات، بحيث تم تجهيز المختبر الوسائط المتعددة الأول وأيضا مختبر الوسائط المتعددة الثاني بأجهزة ماكنتوش متطورة وحديثة جدا، يقوم الطالب بالدراسة عليها على جميع برامج الأدوبي وبرامج الرسوم المتحركة وإنتاج الأفلام. أيضا لدينا مختبر التصوير الرقمي، ولدينا مختبر الصوت والصوتيات، بالإضافة إلى وجود مشغلين لاستخدامهم في مساقات الرسم والفنون الجميلة. بعد التخرج يستطيع الطالب الالتحاق بعدة مجالات للعمل في الوظيفة الخاصة والحكومية. في الحكومية يستطيع الطالب العمل كأستاذ في مجال الفنون، يعني مدرس فن. وأيضا يستطيع الطالب العمل في الشركات الخاصة في قسم التصميم وقسم الإعلانات، بحيث يستطيع الطالب أن يقوم بتصميم كل ما تحتاجه الشركات الخاصة من بوسترات ودعايات وأفلام، وسواء كانت أفلام وثائقية أفلام دعائية لهذه الشركة، وتصميم جميع المطبوعات لديها. بالإضافة أيضا يستطيع الطالب القيام بالعمل الخاص لديه وإنشاء شركاته الخاصة. الطلاب الموهوبين في مجال الرسم يستطيعون يعني إنشاء المعارض الخاصة بهم وبيع لوحاتهم، بالإضافة إلى العمل عن بعد في التصميم وإنتاج الأفلام، إضافة إلى مجموعة من المساقات في الإعلام. إذا استطاع الطالب أن يلتحق بوظيفة في الإذاعة والتلفزيون أو الراديو، لديه القدرة على التعامل مع جميع الأجهزة الموجودة، وأيضا التعامل مع البرمجيات الموجودة، بالإضافة إلى قدرته على إنتاج الأفلام ونشرات الأخبار والمجلات وغير ذلك.